ثاني حبايبي، من هم الناس اللي تقدر تقدم على الهجرة العشوائية لأمريكا؟ من هو المؤهل يقدم؟ راح تشكم إياها. أولا لازم عمرك فوق 18 سنة، ولازم أنت من الدول اللي مانحيها تقدم على الهجرة العشوائية. راح تقول لي أحمد من هي الدول؟ بالوصف مال القناة، لأنه دول كل شوية راح تلقون رابط مدونة أنا ماخذها من شخص جزاء الله خير طبعا وبارك الله بي على مجهوده. طريقة التقديم كلها، تفاصيل التقديم كلها، الدول اللي تقدم، كل هاي الأمور موجودة بالرابط راح تلقوه بالوصف مال الفيديو. تدخل عليها وتقرأ على راحتك، على راحتك تقرأ، لأنه مو مال أشرحها بفيديو يراد لي يمكن أقولكم فت 3 ساعات أو 4، ومستحيل بينا شخص عربي أو عراقي بالذات يطول 3 ساعات 4 يتفرج له على فيديو حتى شلون يقدم على أمريكا. فحبايب قلبي خلونا بالمفيد. أولا لازم عمرك يعبر عابر 18 سنة، لازم أنت من الدول اللي مسموح لها تقدم على الهجرة العشوائية. ثالثا لازم تام دراسة 12 سنة، يعني متعدي مرحلة الثانوية. لازم يعني مو يجين واحد يقول أنا خريج سادس ابتدائي أو أنا أدرس، أو لازم أنت عابر هاي المرحلة الدراسية. التقديم مجانا 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 3 مرات، مجانا مجانا مجانا. حتى خاف يجيك واحد يقول لك أنا أخذ 100 دولار، أخذ 1000، أخذ 2000 وأطلع لك، ماكو. التقديم مجانا. راح تقول لي شلون أقدم؟ هو باللغة الإنجليزية طبعا، هو سهل بس أنا بيها مواضيع شوي بيها صعوبة، مثل قياسات الصور. طالبين عندك صورتين، صورتين مطلق قياسات أعتقد 5 سنتيم بخمسة سنتيم حجم الصور، إنج. المهم بالوصف موجودة كل التفاصيل، أو من عن تدخل على الرابط، الرابط راح يكون موجود بالوصف. من تدخل على الرابط راح تقرأ الداتابيس، أو مثل ما يسموها بالعربي قاعدة البيانات. تدخل على قاعدة البيانات وتقرأ كل شيء بالتفصيل. أول مرة ما نجحت وياك الصورة تعيدها، تكررها مرة ثانية، تشوف تضبط شنو الحجم اللي رايديه هم، وتخليه لحد ما تجيك الموافقة. يطوك سيريال نمبر اللي هو الرقم الخاص بيك، هذا من خلاله تقدر راح تعرف انت انقبلت او لا سمح الله رفضت، او شلون العسكري عنده شيء يسموه رقم احصائي، هذا رقم الاحصائي مالك. او مثل من تقلب الحاسبه او التليفون راح تقرا لي ورا سيريال نمبر، الرقم الخاص بالمنتج. فنفس الشيء هذا راح يكون الرقم الخاص بيك انت، تمام اخوتي؟ اذا شخص هو زوجته يحق لهم كل واحد يقدم على جهه حتى تزيد فرصه القبول مالهم، تزيد تشانس مالهم، يعني كل واحد منهم يقدم على حدا، مو ماكو مشكله، مسموح بهذا الشيء. الشغلة الثانية، اكو مهن لازم تتوفر عندك، مهن طبعا تقريبا 95% من المهن مالتنا هي